السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم راح ناخذكم باش تعرفوا على اسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء في الاسواق الجزائريه قبل العيد الكبير وبعد رمضان. دونك شوفوا هذه الاسعار، ما تروحوش بعيد، بقاو معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ناخذكم في روبورتاج ناس كامل يحبوه اللي يعرفوا الأسعار وكذا. اليوم رانا في محل قصابة جاي في الجزائر العاصمة، هنتعرفوا مع عامل في هذه القصابة على الأسعار. السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكم؟ الله يرضي، الحمد لله. دونك نبداو بالدجاج، هكذا شحال؟ 45. والصدر؟ 95. هذا لي زابا؟ لي زابا داروا 100,000. عندك لي كويس 40,000 كيف كيف. دونك هادو ما عندو مام كتعرفو الرشتة وكذا. نروحو جهة اللحم. كاين اللحم عندنا كل بياسة كيف على بالك. عطينا كل بياسة شحال. كيما الغنمي دار 230. عندك الكبدة دارت 450. أنا حسبو لي أبونكري يعني هما راهي 500,000 بلاصة واحدة أخرى. عندنا لي بياس بيف تاعك دا من 250 وطلع كل بياسة وبابو لو ارتاح كيما نقولو. عندنا لي بياس شاري تاع طياب الهبرة هادو هما 250 240. اللحم تاع فيونداشي يدير 230. عندنا لا باسكوت 185. وهذه هي. دونك لي بري هبطوا شوية؟ شوية كل نهار ونهار. كل نهار ونهار بورصة. اي والله صحيح. تروح للمارشي يعطيك بري جديد يعني ما تقدرش تعرف هاك معاه. والناس هم يشرو شوية شوية. كل نهار ونهار وثاني. مي كاين ديك ليون اللي يقدر يشرو كل يوم وكاين ليون اللي يقدر يخطر في السمانة قيسو. كاين لي ديفيون بلون كاين لي ديفيون دروج هادي. روحوا للتفاح شحال هو يدير؟ التفاح شحال الحبة تاع التفاح؟ 2000 20 دينار. اي كانت 25 دوك راهي 20. راهي 20 صافي. اي لا لا التفاح هو هبط يا ناس. على كل حال هنا احنا نخدموه براس مال. هنايا برا 25 حنا ما نبريسيش عليه بزاف تما ما نحبوش نديروه. المشتري يجي بوبليزا باللحم ويدي اللحم والدجاج وبيض ما تفيدوش فيه. ما ندوش فيه كيما نهبطوه كيما نبيعوه للمشتري. يعطيك الصحة. عزيزي الله يجازيك ومرحبا فيك.